ضحك حلقة النهاردة من ضحك السنين هو ضحك سنة 2008، الزعيم عادل إمام مع العالمي عمر الشريف في فيلم حسن ومرقص، وكان معاهم لبلبة وهناء الشرباجي والنجوم الصاعدة محمد إمام وشيري عادل، ومعاهم عزة أبو عوف وحسن مصطفى ويوسف داود وديال مرغني وإدوار. حسن ومرقص تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام. قصة الطيب وحجر النار دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله، مش أحسن ممشي في الطريق البطال؟ وفي نفس السنة محمد هنيدي يتألق في فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وكان معاه سيرين عبد النور والقديرة ليلى طاهر وعزة أبو عوف ولطفي لبيب ومجموعة كبيرة من الشباب، تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان. قولي لي يا بنت كلمة بتبتدي بحرف الإيه؟ إيه إيه؟ محمد سعد في نفس السنة قدم فيلم بوشكش بطولة زينة وأحمد راتب وعزة أبو عوف وسعيد طرابيك وإدوار، واستعان محمد سعد بالمخرج أحمد يسري فيلم بوشكش تأليف هشام ماجد وأحمد فهمي. مساء الخير لمؤاخذة يا أخ. وعبلة كامل في 2008 قدمت فيلم بلطية العايمة، وكان معاها سامي العدل ومي كساب وعلاء مرسي وإدوار وسعيد طرابيك. بلطية العايمة تأليف بلال فضل وإخراج علي رجب. بقالك سنتين داخل خارج شارب واكل حاضن بايس من غير ما تشوف للخطوبة دي أي ملامح. أحي مستحمينك على إيه؟ على ملك ولا جمال؟ معاك حق في كل اللي قلتيه يا بلطية يا أختي، إيه اللي حكاية الجمال دي؟ طقم. محمد رجب قدم في 2008 فيلم المش مهندس حسن بطولة دولي شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وإدوار وأحمد راتب، قصة محمد سمير مبروك وسيناريو وحوار سامح سر الختم ومحمد النبوي إخراج منال الصيفي. أنت يا حسن أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ إيه؟ بتضحكني. أهبل يعني. ورامز جلال قدم في 2008 فيلم شبه منحرف بطولة زينة وحسن حسني، قصة وسيناريو وحوار سامح سر الختم ومحمد نبوي إخراج وليد محمود. يا بنت دي ملغاة إيه؟ متجوزة. متجوزة؟ تبقى متجوزة يعني هوية. ادخل عليها بالجوينز. ومصطفى قمر قدم فيلم مفيش فايده بطوله بسمه وادوارد تاليف لؤي السيد واخراج حاتم فريد. البنك ده اتغير خالص، اخلاقه اتغيرت. وفي نفس السنه 2008 صعود نجم سينمائي جديد وهو احمد مكي من خلال فيلم اتش دبور، كان بطوله حسن حسني وانجي وجدان وسامح حسين ولطفي لبيب وهالة فاخر. الفيلم فكرة أحمد مكي وسيناريو وحوار أحمد فهمي ومحمد المعتصم وإخراج أحمد الجندي. تعال يا حبيبي تعال أنا هأكلك وانت يا أرواح سايبة البيت من غير استروبري. وفي نفس السنة مي عز الدين وخالد أبو النجا في فيلم حبيبي نائما، ومعاهم حسن حسني وعزة أبو عوف ونهلة زكي ومروة عبد المنان. على التترات مكتوب إن الفيلم مستوحى من فيلم شالو هال، وكتب السيناريو والحوار لؤي السيد وإخراج أحمد البدري. شفتي ماما يا دكتور نزلي الشلالات ده تفتكر حعيش؟ وحسن حسني مع مدلين مطر ومدحت تيخة ومن عرفة في فيلم آخر كلام، فكرة محمد حفظي وسيناريو وحوار محمد القاشتي وإخراج أكرم فريد. نعم انت بيجيب سيرك الناس وانت نايم يا ولد. مين ليلى دي؟ مين ليلى دي؟ دي ليلى سودة فوق دماغك ان شاء الله. وفي نفس السنة 2008 تامر حسني قدم فيلم كابتن هيما بطولة زينة وأحمد راتب وأحمد زاهر ومروة عبد المنعم والكوميديانات عبدالله مشرف ويوسف عيد، والفيلم ده كانت التجربة الوحيدة لنصر محروس كمخرج ومؤلف للسينما. انت بقى من السنة المشرفة؟ وعذراء. وانت ايه؟ اعذر. هاني رمزي في نفس السنة قدم فيلم نمس بوند بطولة دولي شاهين ومعاهم النجوم احمد راتب ولطفي لبيب، تأليف عمرو عبد الجليل واخراج احمد البدري. الاسانسير عطلان والشقة في الرابع، مفيش مرة الاقي شقة ضعرف الارضي. وفي نفس السنة احمد عيد قدم فيلم رامي الاعتصامي بطولة ريكو واحمد راتب وسعيد طرابيك، والاول مرة في السينما ايتن عامر، وكان فيه مجموعة من الوجوه الشابة منهم محمد رمضان. فيلم رامي الاعتصامي تأليف لؤي السيد وإخراج سامي رافع. ممكن تقولي عايز تغير نشيد بطني ليه؟ بصراحة لما جيت ألعبه على الجيتار ما سنكش معايا.
ياسمين عبد العزيز بتلحق أواخر 2008 بفيلم الدادة دودي اللي رفع جماهيريتها عند الأطفال بشكل كبير جدا، وكان معاها عبدالله مشرف وسامح حسين ومحمد شرف وصبري فواز، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج علي إدريس. هما فين الواد؟ على البوتاجاز. حد يحط الواد كده برضو على البوتاجاز يا بنت، حطها على الشغلة صغيرة. وفي نفس السنة 2008 اتعرض فيلم الزمهلوية بطولة صلاح عبد الله وعزت أبو عوف وأحمد عزمي وبشرة وهالة فاخر وانتصار ومجموعة كبيرة من لعيبة الكورة، تأليف عصام حلمي وإخراج أشرف فايق. انت لسه نايم يا مختار؟ قوم بقى أبو الكباتن، انت الوقت الأصلي نومك خلص ودخلت في الوقت الضايع. وسوسن بدري مع عزت أبو عوف في فيلم أيامنا الجاية، تأليف مصطفى سعد وإخراج محمد الشناوي. الدكتور حلمي منبه عليا إن الرحلة دي رحلة دراسية ثقافية استكشافية بحتة. مين الحيوانة اللي ضحكت؟ إلهي تتقطع شفايفينها وتقع سنانها ولسانها يقع بره بقها. وفي نفس السنة فيلم أشرف حرامي بطولة تامر عبد المنعم وشيرين رضا وريكو، تأليف هشام حلمي وإخراج فخر الدين نجيدة. مش جايز اللي انت سرقته ده يكون محتاج الفلوس أكتر مني ومنك؟ محفظته كانت مليانة قلق كتير. وفي نفس السنة فيلم ماشيين بالعكس لمجموعة من الشباب منهم آية حميدة وحسام داغر، تأليف عادل أبو الفتوح وإخراج مسعد فودة. أنا أساسا بدأت من المطبخ. بجد؟ والله بدأت صغير كده اهو من المطبخ وانا كده اهو. ايه بدأت ملاحة يعني؟ وفي نفس السنة احمد حلمي قدم الفيلم الناجح آسف على الإزعاج بطولة منة شلبي الى جانب الكبار محمود حميدة ودلال عبد العزيز، تأليف ايمن بهجة قمر واخراج خالد مرعي. انا بشبه عليكي، واحنا ما تقابلناش قبل كده؟ ما انا بقعد جوه كتير. هنا؟ ايوه. تقعد هنا؟ ايوه. ده مش فاكر خالص ازاي كده. وفي بداية 2008 تم عرض فيلم طباخ الريس بطولة طلعت زكريا وخالد زكي وداليا مصطفى وسامح حسين وسعيد طرابيك، تأليف يوسف معاطي وإخراج سعيد حامد. تاخد مراتك شقة مفروشة يا متولي؟ مش أحسن ما أخد حد غريبة انشراح. وفي نفس السنة 2008 صعود النجوم الثلاثة فهمي وشيكو وهشام لأول مرة في السينما بفيلم ورقة شفرة، الفيلم تأليف أحمد فهمي وهشام ماجد وإخراج أمير رمسيس. يلا عاش تيتا، الوقت كم ما بصعدش. وانمار عاش. خلاص يا كوتش، خلاص الخلفيات، ألعب إيه تاني؟ خشيلي بقى رفرفة بالدمبلز الخمساء وشوية بط واتكل على الله. أشرف عبد الباقي في نفس السنة 2008 قدم الفيلم المتميز جدا على جنب ياسطا بطولة آسر ياسين أروى جودة خيرية أحمد وروجينا وشمس، ولأنه كان قايم بدور سواق تاكسي فظهر في الفيلم ضيوف شرف كتير زي سمير غانم وعلاء مرسي وغيرهم كتير، الفيلم تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج سعيد حامد. تعرف أن التاريخ أثبت أن في مصر 100 هرم و 120 فيصل؟ ضحكتي والله ضحكتي. وأحمد آدم قدم في نفس السنة فيلم شعبان الفارس بطولة جمانة مراد وعلاء مرسي وأحمد السعداني ولطفي لبيب وانتصار، تأليف أحمد البيه وإخراج شريف عبدين. الله يحرق دي لمبة ما اتحرقت. ولو رحنا للضحك في التلفزيون في 2008 هنلاقي مسلسل سبعة شارع السعادة بطولة أشرف عبد الباقي وهنا شيحة، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أشرف سالم. أنا هطلع لماما. أوكي، هتعملي عند ماما؟ أزمني على شاي وجاتو حاجات يعني كده خليك انت بقى في المواعين. وسمير غانم قدم مسلسل هايم عبد الدايم، تأليف يسر الإبياري وإخراج أشرف عبد الهادي. خلاص انت تدوحر بقى وتكون نفسك عشان نتجوز. انا بعد ما اضطرت النهاردة لا ليه نفس دوحر ولا موحر ولا انا عايز اروح انام. الجزء الثالث من تامر وشوقية لأحمد الفيشاوي ومي كساب، والفكرة والشخصيات والاشراف على الكتابة عمرو سمير عاطف واخراج اسامة العبد. احنا بنشجع بلدية المحلة ولا غزل المحلة؟ وفي نفس السنة الجزء الاول من سيت كوم شريف ونص بطولة شريف رمزي، تأليف شريف شعبان واخراج يحيى ممتاز. وقول لي بقى tu m'as jamais parlé comme ça avant qu'est-ce qu'il y a؟ اهريني بقى فرنساوي عشان ايه اعطل بقى ما فهمش حاجه، ما انت كل ما تتزنقي تروحي ضاربه الفرنساوي اعطل انا ما فهمش اي حاجه. سيت كوم كافيتشينو
خالد النبوي ودنيا سمير غانم، فكرة وإشراف على الكتابة لمحمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز. هتدفع أنا هتدفع. أنا معيش فلوس. ده احنا نقطعك هنا يلا نقطعك. أنا مش موافق. ستكم هاي سكول اللي ضم شباب كتير بتأليف أحمد عطا وإخراج عادل يحيى. تحبي أجيب لحضرتك شوية زبادي في الخباط؟ لا شكرا يا عشور. أجيب لك بلحتين زغلول كده في الدرج من تحت لتحت كده تجروشيه. وكان في ميني كوميدي اسمه راسين في الحلال بطولة طلعت زكريا وتأليف ورشة كتابة على رأسها وليد خيري وإخراج عمرو فودة. أنا تعبت قوي منك، أنا حطيت صوابعي الاثنين في الشقة. الفاضي يعمل إيه بطولة صلاح عبد الله وفادي عبد الغني، تأليف أسامة نور الدين وإخراج محمد النقلي. أنا نفسي في شجرة فخفخينة، بدل ما يبقى البرتقال لوحده والموز لوحده والتفاح لوحده ونقعد نعصر ودوشة وخلاط بقى والحاجات دي، لا هو كله يتلم في ثمرة واحدة، طفى نعصر نشرب على طول. عباس وإناس بطولة شريف حمدي ومنة فضالي، تأليف شريف حمدي وإخراج رفعت عزمي. غطى السرير هسحبه من عندك لعندي أكتر بـ20 سنتيمتر. طب وانتي انتي يعني يرضيكي ان ركبي تبرد؟ البس كولون. وفي نفس السنة 2008 كان الجزء الأول من مسلسل الرسوم المتحركة بسنتو دياستي بطولة حنان ترك وصلاح عبد الله ومعاهم سامح حسين، تأليف أحمد أمين وإخراج سامح مصطفى. انت عارف يا عم دياستي أنا بعزك ليه؟ ليه يا رفاي؟ يعني عشان بحسك دي يعني إن شخصيتك متأقلمة وبتبقى حمش على جدعنة الناس ساعة لما. خلاص خلاص يا رفاي أنا كرهت نفسي. ومن البرامج الكوميدية اللي ظهرت في 2008 لمبا شو، وهو برنامج سكتشات بطولة منى هلا والسيد الرومي ومحمد علي الدين وخالد عليش، تأليف ورشة كتابة وإخراج محمد كوينة. ماذا دهاك يا مولاي؟ لقد تأخر الديليفري وأيام فيري هنجري. ونروح للمسرح سنة 2008، هنلاقي سمير غانم في مسرحية مراتي زعيمة عصابة، تأليف أحمد الإبياري ويسر الإبياري وإخراج حسن عبد السلام. الشيف ألبرتو موراتو زلابيو زلب زلوبة، تخصصه زلابيا بس. مسرحية مرسي عايز كرسي بطولة أحمد بدير وشعبان عبد الرحيم، تأليف أحمد الإبياري وإخراج خالد جلال. وأنا مسلحي إيه؟ الله، مش ده تنجيد الأنتري بتاعي ولا إيه؟ إيه ده هو صاحب. وحسين فهمي في مسرحية زكي في الوزارة، تأليف لنين الرملي وإخراج عصام السيد. إيه ده يا زكي؟ أهدى ليه؟ أهدى ليه؟ قلت لك الفعال مش كويس على صحتك. وبكده تكون خلصت رحلتنا مع ضحك سنة 2008، ونشوفكم مع ضحك سنة جديدة وحلقة جديدة من ضحك السنين.